الاستاذ كذا ركز معي في المناعه جدا. ادار immunological كورس اللي هو كورس specification of immunology، تتكلم عن الكورس بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. لابد نعرف الجنرال انفورميشن للكورس، لابد نعرف الانفيدد ليرنينج اوتكمز، مخرجات التعليم للكورس، لابد نعرف الكورس كونتنتس لكل الليكتشرز، لابد نعرف التيتشنج اند ليرنينج تكنيكس اور استراتيجيز، لابد نعرف الميثود اوف اسسمنت، واكيد الريفرنس والرولز الاساسيه اللي حنتكلم عليها. لا تنسوش دائما نريد ان ننسي هذه الثقافه، لكن يفترض اي عضو هي تدريس في اول محاضره هذا هو العقد اللي بينه وبين طلاب، لابد يوضح لهم كل شيء من اول يوم، ايش اللي حيفهموه من هذا المقرر، ايش المهارات اللي حتكتسبوها من هذا المقرر، ايش المعارف اللي حيستطيع ان يحصلوا عليها في هذا المقرر. طيب الاجنولوجي في 24 ساعه ان شاء الله في الليكتشرز، في معنى براكتيكال التوتال ان شاء الله يكون 3. طيب المخرجات التعليم كالاتي زي ما اتفقنا، لا تنسوهاش، هم 5 بس احنا للاسف محددينهم ب4، اللي هي النولج اند الاندرستاندينج، واللي هي البراكتيكال سكيلز، واللي هي الانتلكتشوال سكيلز، وايضا الجنرال سكيلز. المعارف او النولج اند اندرستاندينج كالاتي، لابد الكل يعمل، كل الطلاب والطالبات في نهايه هذا الكورس يكون عندهم قدره على انهم يعملوا ديسكريبشن للميكانيزم اوف انيت اميونيتي. كيف تشتغل هذه الانيت اميونيتي؟ الامر الاخر لابد يعملوا ريكوجنايز للسيل اوف اميون سيستم، ما هي خلايا الجهاز المناعي؟ الامر الاخر لابد يعملوا ايدنتيفاي للانتيجين اند اتس بروبرتيز، ما هو الانتيجين وما هي صفات الانتيجين؟ الامر الاخر لابد يعملوا ديسكرايب للستيب اوف سيل ميديت اميونيتي. سيل ميديت اميونيتي ستيب باي ستيب، كيف تحدث؟ كيف تحدث؟ ستيب باي ستيب باي ستيب. الامر الاخر لابد ان شاء الله في نهايه هذا المقرر الكل يعمل كمان وصف لخطوات الهيومرال اميون ريسبونس. واحنا بالنسبه لنا الهيومرال نقصد فقط الانتي بادي برودكشن. كيف الخطوه خطوه لين يحصل انتي بادي برودكشن؟ لابد الكل يشرح، يعمل شرح للكومبلمنت اكتيفيشن والريجوليشنز في منتهى الاهميه. الكومبلمنت لما يحصل لها اكتيفيشن، من اللي يعمل لها ريجوليشن؟ دي من ضمن الاشياء اللي المفروض تعرفوها في نهايه الكورس ده. لابد تعرفوا البرنسبلز للانتيجين انتي بادي رياكشنز، وشايفين اليوم كيف احنا تعرضنا للسيرجيكال تيست انه في ديتكشن انتيجين ديتكشن انتي باديز، مهمه جدا لابد انه واحد يفهمها عشان لما يوصف فحص المريض يعرف ايش معنى انتيجين وايش معنى انتي باديز. هنبدا في الكلينيكال اميونولوجي انه اكسبلين الاميونيتي تو مايكروبس، لو دخلت بكتيريا كيف تصرف الاميون سيستم اجينست البكتيريا؟ لو دخل فيروس كيف تصرف الاميون سيستم اجينست الفيروس؟ لو دخل فانجاي كيف تصرف الاميون سيستم اجينست الفانجس؟ لو باراسيتيك كيف تصرف الاميون سيستم اجينست الباراسيتيك؟ اكيد في موضوع جدا مهم البيزك اوف تيومر اميونولوجي، حنتكلم عن تيومر اميونولوجي بالتفصيل، كيف يحدث التيومر، الماركرز حق التيومر، الباثوجينيسيس حنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل، المفروض في نهايه المقرر تكونوا عارفين البيزك اوف تيومر اميونولوجي. في منتهى الاهميه الهايبر سنسيفتي رياكشن، حنتكلم عليهم واحد واحد، وكل واحد في محاضره تايب 1 كيف يحدث مواصفاته، كيف نعمل له مانجمنت، تايب 2 مواصفاته كيف نعمل له مانجمنت، تايب 3 تايب 4 كلهم حنتكلم عليهم ان شاء الله بالتفصيل. الامر الاخر حنعمل ديسكرايب لل the basic of transplantation immunology، لو ما ننقل كدني من كدني ليش ترفض هذه الكدني، حنتكلم على الايمونولوجيكال ترانسبلانتيشن ان شاء الله بالتفصيل. الامر الاخر حنعمل ايدنتيفاي للاميون تولرانس، ما معنى الاميون تولرانس؟ ولو حصل بريك داون للتولرانس ده حيحصل اوتو ديزيز، حنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل. حنعمل للاكسبلين للموست كومن اوتوميون ديزيز، كل اوتوميون ديزيز حنشوف الديفينيشنز حقه، حنشوف الباثوجينيسيس، حنشوف اللاب دايجنوستكس، حنشوف تريتمنت اور نقول المانجمنت. في نهايه هذا الكورس لابد نعمل ديسكرايب للبرايمري اميون ديفيشنسي، لابد نستوعبهم تماما. في برايمري اميون ديفيشنسي معنا حنستوعبهم ان شاء الله باذن الله. الانتلكشوال سكيل او الحاجات اللي حنفكر فيها سويا او حنحاول ننمي مهاره التفكير مع بعض، في نهايه هذا المقرر لابد نقدر نعمل انتربريتيشن للريزلت للسيرجيكال ريزلتس.
وحنستغل الفيرولوجي مع الاميونولوجي وحنعمل انتربريتيشن بشكل كبير ولا بد نستوعبها. وعلى فكره شوفوا خذوها نصيحه مني، الله يرحمك يرحمك الله خذوها نصيحه مني، كلما كان الطالب سترونج في البيزك كلما كان سترونج في الكلينيكال، والعكس صحيح للاسف، لو كان ضعيف في البيزك حيكون ضعيف في الكلينيكال. فأتمنى أنكم تهتموا بها، لأن الأشياء دي أنا ما أقدرش على حسب النتائج حقي أقدر أعمل interpretation للريزلت وأودي المريض ده فين، فين يروح يمين ولا شمال، يأخذ علاج ده ولا ما يأخذش العلاج. فدي من ضمن الأشياء اللي إن شاء الله حنناقشها أكيد في كيس ستادي بشكل كبير إن شاء الله. لابد نعمل formulation للستيبز أوف أنتيبادي برودكشن كيف تحدث، والسيل ميديت إميونيتي كيف تحدث إن شاء الله تيم، وحتى ممكن نعملها إن شاء الله في المراجعة. الأكتيفيشن أوف كومبلمنتس مهم جدا، لابد نتعرف عليها كيف يحصل الاكتيفيشن، كيف يحصل الريجوليشن، ونعمل لها سكيم. وفي على فكره اذا شفت مستواكم فيها مشكله في العاب انا مصممت يمكن حوالي 10 العاب في الاميونيتي، من ضمنها الكومبلمنت اكتيفيشن جيمز، حتى سميتها الكلاسيكال باث واي جيمز والالترناتيف باث واي جيمز، ححاول. واللاكتين هي نفس الكلاسيكال. طيب ضروري نعمل comparing between different cell and function، لابد نفرق بين السيل والفانكشن حقها، ودي لابد ما استوعب السيل استطيع افرق بينها، هذه موجوده هنا وتعمل كذا وهذه موجوده هنا وتعمل كذا، فلابد اعمل comparing with different cell. لابد اعمل illustration scheme للميكانيزم اوف هايبر سنسيتيفيتي، اللي على فكره دي نقطه مهمه جدا، لا يمكن تفهم autoimmune disease الا اذا فهمت هايبر سنسيتيفيتي، وذلك مهم جدا. لذلك البحان زملائنا لما نناقش معاهم في الباطنه في الاوتوميون ديزيز، اللي تحس انه مش سترونج في الهايبر سنسيفيتي ما يقدرش يعمل باثوجينيسيس للاوتوميون ديزيز. طيب الامر الاخر حنعمل سيلكت للابروبريت تيست فور دايجنوسيس ذا كومن اوتوميون ديزيز. في معنى اكثر من اوتوميون ديزيز، ما هي التيست اللي هي كومن فور دايجنوسيس، اور 1 تيست اور 2 تيست اور 3 تيست ماست بي دان فور دايجنوسيس الاوتوميون ديزيز. في نهايه الكورس ده لابد نعمل بريدكت للميكانيزم اوف اكشن اوف سام ديزيزز، في ديزيز معين حنقول ايش الميكانيزم اللي حسب بها، فلا بد اني انا افهم الميكانيزم من البيزك واستطيع اني اطبقها على الديزيز. البراكتيكال سكيل زي ما اتفقنا ان شاء الله عز وجل حنعمل مفروض نعمل بيرفورم للاجليتيشن تيست، ومفروض انا كلمتهم ان شاء الله هنسق معي على الله ضروري كل واحد نخليه يعمل الاجليتيشن تيست للاي بي او سيستم، فكل واحد يعرف فصيلته يعني بنفسه ممكن نعملها، هي عباره عن اجلوتينيشن، ويفترض تعرفوا فرق ما هو الفرق بين الاجلوتينيشن والبريسيبيتيشن. اجلوتينيشن ايش الفرق بينه وبين البريسيبيتيشن؟ فلا بد انه يكونوا الاثنين بارتكلز الاثنين سوليبل، لكن في الاجلوتينيشن واحد سوليبل واحد بارتكلز، هيحصل كلامبنج حنشوفه بالعين. بالامر الاخر حنعمل اليزا تيست ان شاء الله للهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين ان شاء الله، حنسق معي عدي بالله عشان نسق لك في المعمل. حنعمل ديمونستريشن للاميون فلوريسنت ان شاء الله. المهارات العامه اللي المفروض نحرص عليها ككليه احنا حنحاول طبعا، لكن على فكره حتى اكون واحد امين معكم من صعب في كورس واحد ان احنا نكسب المهارات العامه، لانه تخيلوا لو كل الكورسات يكون فيها مشاركه للطلاب، كل الكورسات حق الكليه حيكون مستوى الطلاب مستوى راقي جدا، لانه طول دراسته هو بيشارك. لكن للاسف الشديد احنا تعليمنا لا زال محصور، المشاركه ضعيفه جدا، لكن حنحاول قدر المستطاع ان احنا في نهايه الكورس ده ان يكون في الكوميونيكيت افكتفلي، ان احنا نعمل تايم مانجمنت، ان احنا نعمل الورك يكون افكتفلي برضه، وان احنا نحاول نعمل استابلش لللونج لايف ليرنينج، ان الواحد يكون عنده القدره انه يتعلم مدى الحياه. الكورس كونتنت هذا اللي المفروض يتم، المحاضره الاولى اللي هي الاوفر فيو اوف ذا اميون سيستم، لابد نعرف ديفينيشن اميونيتي، لابد نعرف الانيت هو الاكوايرد اميونيتي، لابد نعرف الاورجنز اوف اميون سيلز، لابد نعرف السيلز اوف اميون سيستم، وفي النهايه نمتحن انفسنا. المحاضره الثانيه المفروض انيت اميونيتي اللي هي بارت 1 ديفينيشن اوف اميونيتي، الكاركتر اوف انيت والميكانيزم اوف انيت تست يور سيلف، هذا طبعا اخذته كله. المحاضره الثالثه انيت اميونيتي اللي هي سيلولار ديفنس ميكانيزم بارت 2، نعمل شباب نعمل
definition of phagocytosis, step of phagocytosis, cytotoxicity اللي هي natural killer cells. ودي في النهاية حنعمل تيست للأور سيلف. المحاضرة الرابعة على الأنتيجين، نعرف ديفينيشن الأنتيجين والألرجين وآسف والهابتين والإيمينوجين والإيبيتوبس، نعرف الليست فاكتورز ذات افكت أو إنفلونس للإيمينوجينيسيتي، نعمل كومبيرينج بين ام اتش سي كلاس 1 وام اتش سي كلاس 2. الأمر الآخر نعمل ريكوجنايز ذا امبورتنس أوف ام اتش سي كلاس 1 وام اتش سي كلاس 2. وفي النهاية حنعمل انتهاء تقييم لأنفسنا. المحاضرة الخامسة اللي هي Journey of Lymphocyte، رحلة الليمفوسايت، رحلة البيسل من بداية البيسل من في البول مولين يحصل لها ماتيور رحلتها، نفس الوضع بالنسبة لرحلة التيسل ورحلة الناتشورال كيلر سيل، وحنقيم أنفسنا. المحاضرة السادسة سيل ميديت إيمينيتي، حنعرف الديفينيشن للسيل ميديت إيمينيتي، خطوات السيل ميديت إيمينيتي ستيب باي ستيب، وأكيد حنتكلم على حاجة مهمة اسمها سوبر أنتيجين، ونعمل في النهاية تيست للأور سيلف. الأمر الآخر المحاضرة السابعة نعمل هيومرال إميون ريسبونس، حنعمل ديفينيشن ما الفرق بين الإميون جلوبولينز وأنتي باديز، حنعمل ستيبز أوف أنتي بادي برودكشن، خطوات الأنتي بادي برودكشن، ثم تركيب الإميون جلوبولينز والأنتي باديز والفانكشن أوف إميون جلوبولينز، وفي النهاية حنعمل تيست للأور سيلف. في المحاضرة الثامنة تايبز أوف تايبز أند فانكشن أوف إميون جلوبولينز، حنتكلم عن الميوغلوبينز اللي هو اي جي ام واي جي اي واي جي جي واي جي اي واي جي دي، حنعمل كيف يحصل اميونوجلوبولين كلاس سويتشنج. عمل الامر الاخر البرايمري اند سكندري اميون ريسبونس كيف يحدث، وحاجه مهمه جدا اليوم عليها كل الابلكيشنز حق التيومر تريتمنت بالمونوكلون انتي باديز، حنتكلم عليها بالتفصيل ونعمل تيست للاور سيلف. المحاضره التاسعه الكومبلمنت definition properties activation و function و regulation، ونعمل evaluation للأور سيلف. المحاضرة العاشرة الانتيجين انتيبادي رياكشن، كيف نعمل activation توكسين and توكسين neutralization إلايزا والإميون فلوريسنت والcomplement taxation و flow cytometry، ونعمل تقييم للأور سيلف. ركزوا معي هنا المحاضرة العاشرة دي 11 immunity to microbe، عاوزين نعرف نفرق بين البروتكشن اميونيتي اجينست ديفرنت مايكروبس، كيف يحدث الاميونيتي لديفرنت مايكروبس، كيف يحدث؟ الامر الاخر كيف يهرب الاورجانيزم، لانه احنا اساسا بنتعرض للديزيز ومصاب، طيب فين الاميون سيستم حقنا؟ كيف استطاع المايكروب ده يتغلب على الاميون سيستم؟ حنناقشها بالتفصيل وحنعمل تيست لليور سيلف، لكن لابد ان شاء الله بعد العيد باذن الله تكونوا جاهزين في البيزك اميونولوجي، عشان بس لو ما نناقش الاشياء دي تكون البيزك بالنسبه لكم قويه. طيب محاضره 12 تيومر اميونولوجي، هنتكلم على حاجه اسمها اميون سيرفيلانس، هنتكلم على التشينجز اللي بتحصل لها اوكيرنج على السيرفيس اوف ذا تيومر، هنتكلم على الاميون ريسبونس اجينست التيومر، هنتكلم على فيلير اوف اميون ريسبونس للتيومر، ليش يفشل الاميون سيستم ما يقدرش يعمل إليمينيشن للتيومر، هنتكلم على التيومر إميون ثيرابي، هنتكلم على التيومر ماركرز، وحنعمل تيست الأور سيلف إن شاء الله. في المحاضرة 13 مهمة جدا هنعمل إميونو بروفلاكسس، ما معنى إميونيزيشن؟ ومصطلح يجيبه لنا اسمه فاكسينيشن، هنتكلم عليه إن شاء الله. كلاسيفيكيشن البكتيريال فاكسين الفيرال فاكسين والنيو تكنيكس في الفاكسين، وحنتكلم عن اكيد انها زي ما انتم عارفين حنعمل تيست للاور سيلف. المحاضره 14 حنتكلم عن الهايبر سنسيتيفيتي ديفينيشن كلاسيفيكيشن، وحنبدا بتايب 1، المحاضره حناخذها فيها تايب 1 فقط، ديفينيشن اوف تايب 1، كيف يحدث تايب 1 والديزيز اللي 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 بيحدث نتيجه تايب 1، وحنعمل تيست للاور سيلف. هايبر سنسيتيفيتي تايب 2 اللي نسميها سايتوتوكسيك اور سايتوليتيك، حنتكلم على الديفينيشن على الميكانيزم، حنعطي اكزامبل، حنعمل لاب دايجنوسيس، حنعمل كيف نعمل في النهايه نعمل تيست للاور سيلف. تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي نفس الوضع، حنعمل ديفينيشن ميكانيزم كيف تحدث تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي، وحناخذ لها اكزامبلز وحنعمل اللاب دايجنوسيس. تايب 4 فيري امبورتنت، حنعمل ديفينيشن وميكانيزم اوف اكشن واكزامبل واللابراتوري دايجنوسيس. في المحاضرة 18 هتكلم على ترانسبلانتيشن ايمولوجي، ايش ديفينيشن للترانسبلانتيشن؟ تايبز اوف جرافت، حنعمل تايبز اوف جرافت ريجكشن، كيف يحدث الريجكشن
ويرفض النسيج. ميكانيزم اوف جرافت ريجكشن، كيف ما هي اليه رفض النسيج. هنعمل في النهايه في حاجه دائما يسالونا، ليش الفيتس ما يحصلوش ريجكتد من المرض؟ هنتكلم عليها. هنعمل بريفنت اوف جرافت ريجكشن، كيف نمنع الجرافت ريجكشن، وفي النهايه هنعمل تيست للاور سيلف. المحاضرة قبل الأخيرة تولرانس اند اوتوميون ديزيز، حنتكلم تعريف التولرانس ايش هو، تعريف الاوتوميون ديزيز ايش هو، حنتكلم عن ميكانيزم اوف تولرانس، ايش اللي يخلينا كلنا او عدد كبير من البشر ما يحصلش عندهم اوتوميون ديزيز، لانه في عندهم سيستم لحاجة بنسميها التولرانس. الأمر الآخر حنعرف كلاسيفيكيشن للاوتوميون ديزيز، وحنتكلم على زي ما قلنا الكومن اوتوميون ديزيز كإكزامبل، وفي النهاية حنمتحن أنفسنا. المحاضرة رقم 20 وأعتقد النهاية اللي هي الاميون ديفيشنسي، حنتكلم على الديفينيشن اوف اميون ديفيشنسي، حنتكلم على الانيت اميونيتي ديفكت، ما هي الديفكت في جانب الانيت اميونيتي، والديفكت في تي سيل لما يحصل تي سيل ديفيشنسي، وايضا في البي سيل ديفيشنسي، وكمان في الكومبايند ديفيشنسي لما يحصل اكثر من اورجانز يحصل فيهم ديفكت. وفي النهايه حنعمل كالعاده تيست للاور سيلف. التيتشنج والليرنج استراتيجي زي ما اتفقنا، دور يكون في انتراكشن، دور يكون في جروب ديسكشن، ان شاء الله في كيسز كثيره. كل المحاضرات اعتقد فيها كيسز في الاوتوميون ديزيز، كلها حتكون فيها كيسز ان شاء الله. حيكون اكيد في سولف بروبلم او كيس ستادي ونعمل لها سولف للكيس. حنعمل واحده من التكنيكس اللي بنستخدمها تيست لليور سيلف، واكيد اللاب. في معنى 100 اكسرسايز في الاميونيتي. في معنى 200 multiple choice questions. هذه اللي مفروض التكنيك اللي كيف نعمل، الحمد لله لكم مدربين عليه الآن. هذا التكنيك بالنسبة لكيف نعمل أسئلة. طبعا في سؤال ثاني مهم جدا، لا في الامتحان لا طبعا دي تعليمية كلها، لكن في الامتحان حنحدد لك النص اللي هي اختار select اللي هي الكوركت answer. الاسسمنت ميثود لا زلت اقول انا من المؤمنين بان الامتحان عمره ما كان حكم على احد ابدا. للاسف احنا ثقافتنا الشرقيه ثقافه خاطئه تماما. احنا اليوم معتقدين انه الامتحان هو الاساس، بل بالعكس بعض زملائنا يحاول انه يظهر سطوته في يوم الامتحان، ويظهر انه شخص مهم جدا ويحاول ينتقم من الطلاب. في بعض الناس في عقده كبيره عندهم، العقده انه انا استاذ اجيب امتحان الطلاب يحلوه، والله ما صبرت هيا ناس سايكاتريك يعني. فالمنطق في العالم كله، شوفوا مش عندنا، المنطق في العالم هو مش امتحان، هو اختبار يعني. فهو في النهايه بنقيس يو نو اور نوت، ده الاساس فيه. على فكره تصوروا من كثر همنا للامتحان، انتم عارفين لو ودي على فكره ممكن نعمل بها دراسه علميه، لو جبت لكم امتحان الفاينل في النهايه مثلا في البيولوجي، في الفيرولوجي ولا في الاميونولوجي، وجبته لكم وانتم موجودين بس قلت لكم ما حدش يشوف، تصوروا يمكن 90% يحلوه عادي. نفس الامتحان هذا لو جاء في جو رهبه الامتحان يمكن 30 يحلوه والبقيه ما يحلوش. عندنا اصبح ستريس لانه الامتحان هذا اصبح مصيبه ومشكله. ولذلك انا اتمنى حقيقه وحاولنا قدر المستطاع ان نحاول نقنع الكليه انه لابد في النهايه نطور عمليه الامتحان، بل بالعكس احنا ندعو انه الامتحان النهائي يكون عليه 30%، وكل الانشطه وكل الويت كله على الكونتينوس اسسمنت، هذا الاساس اللي يتم. لكن للاسف الشديد نخلي على يوم واحد. تخيلوا شوف الظلم اللي يحدث، ندرس الطالب سنه كامله ونروح نقول له 70% على 3 ساعات، ظلم والله. انا شايفه ظلم كبير. يفترض ان في كونتينوس اسسمنت وان الطالب في يوم الامتحان فقط عليها ويت قليل. هذه من ضمن على فكره من ضمن حقوق الطلاب، على فكره حق من حقوق الطلاب لابد يعرف متى حيمتحن، واحد حق من حقوق الطلاب لابد يعرف طريقه الامتحان، هذا حق ما هوش منا من احد، حق من حقوق الطلاب انه يتدرب على الامتحان. على فكره انا اشوف بعض الاحيان طبعا ما حد راقب خلاص، قلت لكم انه ما حد راقب خالص، لكن بعض الاحيان يجوا الزملاء يشوفوا كلك راقب، فتجي تراقب مثلا في الباطنه ولا في الجراحه، فتجي تشوف اسئله فيجي لك الدكتور يشوف هذا السؤال والله يعني مثل تحدى واحد يحل. انت جاي تحدي ولا جاي؟ طبعا انا اقول لهم ساعات نعمل دورات اعضاء، بس اقول لهم شوف انا ادعي ان انا قوي في التخصص حقي، لكن انا اؤمن انه حيجي واحد ممكن يوقفني. وبالمقابل
انا في اي تخصص استطيع اوقف اي واحد. يا جماعه احنا في العلم بحر لا شاطئ له، مهما طلعت تيجي تشوف في ساعات انك لازلت بعيد شويه. فانا اتمنى هذه هي ثقافه للاسف المفروض تتغير، وان شاء الله باذن الله عز وجل ان شاء الله نحاول انها تتغير. طبعا كل الاشياء دي الام سي كيو، الشورت اساي، الكيس ستادي، جيف ريدون، ليبل، فيجرز، الايفالويشن ستودنت على 10 درجات ان شاء الله تتعمل بالاضافه الى البراكتيكال سكيلز. هذه اللي المفروض الدرجات اللي حتوزعوا عليها. طبعا انا حنسق مع عدي ومع المندوبه كمان، حبلغكم موعد الميد ترم من الان ان شاء الله، عشان بس يكون من حقكم انكم تعرفوه قبل فتره ان شاء الله. ده بالنسبه للسكيم، وحطرح الموضوع ده ان شاء الله عند عدي. ايوه، ابو العباس واحد من الاسئله الاساسيه. الليكتشرز نوتس اللي نعطيها تعتبر ايضا بالاضافه مرجع رديف للمرجع الاساسي. لا تنسوا اكرر الرولز دي الاساسيه، لابد اقصده بالريسبكت، لابد ان يكون في ريسبكت بين الزملاء. احنا من ضمن الاشياء اللي للاسف شديد الثقافات اللي نشات علينا ثقافات جديده للاسف شديد في بيئتنا، مش عارف تتفقوا معي او تختلفوا، لكن اللي انا الاحظه انه قل الاحترام حتى بين الزملاء. يعني يفترض يكون في ريسبكت عالي، ريسبكت كبير حتى لو ما يتناقشوا الزملاء بينهم، من بين ما بالك بينه وبين اعضاء التدريس. فهذه الرول الاساسيه اللي اتمنى هي الرول الكليه. لا زلت اقول دائما حتى مع زملائي اعضاء هيئه التدريس، لابد ان في احد من دائما الطلاب الله يسهل يرفع يده، ما عندنا مشكله. وعلى فكره ساعات تنسى الاسئله انت تفتحها على هيئه التدريس، لانه السؤال ينم على ان الطالب فهم، وبدا من الفهم ده استنتج سؤال، فترتاح انت كعضو هيئه التدريس ان الفكره وصلت. فدي احنا عاوزين نحاول قدر المستطاع نخليها ثقافه، اي حد يسال لابد نفعل الساعات المكتبيه، لو في اي سؤال او اي فكره ما وصلت الساعه المكتبيه موجوده، يتفضل الطلاب والطالبات يجوا في جروب، اي استفسار ان شاء الله نجاوب عليه. لابد لي رجاء عند الجميع سواء بالبيولوجي ولا بالايمونولوجي، الجميع لابد انه يكون في المشاركه بفعاليه. يعني كم نقول 8 وتجي واثنين موجودين، لا على فكره الاكسرسايز دي لكم انتم، لانه شوفوا ودي حتشوفوها اللي شاركوا بفعاليه في الاكسرسايز لما يجي الامتحان حيكون في منتهى السهوله، واللي كانت مشاركتهم ضعيفه حيشوفوا الامتحان صعب جدا، لان هي العمليه احنا عاوزين ننمي قضيه مشاركه وقضيه تفكير. فدي انا اتمنى الجميع ان شاء الله بعد العيد ان يكون في مشاركه بشكل فعال. ليه رجاء خاص في تايب ريسبكت، الله يرضى عليكم. اليوم مع ان احنا قمنا ما حد يدخل ومع لك فاجئنا الناس دخلت من 9:30 وما الى ذلك، ارجوكم رجاء خاص اذا حاولوا. هي ثقافه بالنسبه لنا، واحنا على فكره للاسف شرطيين بشكل عام واليمنيين بشكل خاص، الوقت هذا ما له اي اعتبار خالص. ممكن زميلك يقول لك الساعه 10 لو انتهيت تروح الساعه 10 يجي 12. فلي رجاء عند الجميع حاولوا قدر المستطاع، وانتم اساسا حتخرجوا اطباء فلا بد ان تكون التايم ريسبكت عندكم عالي جدا. انا اتمنى من الجميع سواء قصدي في اي محاضره او في اي موعد لابد ان يكون في تايم ريسبكت، سواء بحضور المحاضرات او سواء بالمشاركه في الاكسرسايز المده المتاحه له. لابد نفعل الساعات المكتبيه. اتمنى من اي طلبه او اي طالبه في اي مشكله في اي سؤال الساعات المكتبيه عدي او المندوبه حبلغهم ان شاء الله. اعتقد الان بعد ساعه يعني بعد ما اخلص حكون موجود في ساعه ان شاء الله، اي حد معه سؤال يتفضل. لي رجاء عند الجميع، يعني مش عارف والله على فكره هذه المفروض من مبادئنا، ما اقول هذا الاشياء اللي انا صدمت فيها على فكره في المحنه اللي نعيشها، صدمت بشكل لا تتخيله. انا من الناس اللي كنت اعتقد ان كل بشر في الحياه معه مبادئ وقيم، يعني انا معايا مبادئ وقيم اللي انا مقتنع بها. ما يهمنيش انت قصدي تراقبني ما تراقبنيش، ما تعني لي شيء، هذه قيمتي انا بالنسبه لي. لكن اللي تفاجات به لا، انه كثير من الناس انهم قيمهم مرتبطه بسلطه بدوله. فاذا راحت هذه السلطه راحت القيمه دي، ودي كارثه طبعا. لا يفترض انا قيمتي ما لها علاقه بحد خالص. هذه قيمتي انا لو خالفتها نفسي تنفضني. فارجوكم لابد ان تكون امانه عندنا بشكل عام جميعنا، ولذلك انا اتالم لما اجي اشوف انه لا زالت فكرتنا كلنا يعني مركزه على انه درجات ما درجات، وبالتالي اي اكسرسايز
اكتب بسرعه حل اكتب على اساس ان العمليه درجه وما درجه. اكدت لكم مرارا وتكرارا الهدف من الاكسرسايز هو هدف انه يتشارك الناس حتى لو نسوا بعض الافكار يتشاركوا فيها حتى لو اخطاوا، ليس الهدف فقط ان احنا نصححها ونحط عليها درجه. خلي رجاء عند الجميع، او ليس الهدف انه اجي اقول يا جماعه اقروها بدون ما تفتحوا كتاب، الهدف منها عشان بس تتناقشوا ولو في حاجه مش مستوعبينها يكون في سؤال عشان اعيدها. خلي رجاء هذا حاولوا ان تعيدوا النظر فيه. طيب انا حفهم مع عدي ومع راقية وحبلكم ان شاء الله عز وجل بالموعد الامتحان ان شاء الله. اكيد 10 درجات اتمنى الكل يحصل عليها. وانا على فكره اقولها للجميع ما عندي مشكله لو واحد حصل من الفول مارك، بالعكس اكون سعيد جدا، لانه انا اعتقد شخصيا ان اي عضو هيئه تدريس يقف على هذه المنصه هو المسؤول عن طلابه. هذه مسؤوليه المفروض يستشعرها ويحاول يبذل كل الاساليب عشان ان الطلاب دول يكونوا في النهايه مستوعبين المنهج وفي النهايه جوده الامتحان. هذه مسؤوليته. صحيح في حيتفاوت النتيجه، لكن النتيجه بشكل عام ان تكون مرضيه. فهذه من ضمن النقاط اللي انا اتمنى ان شاء الله انه الكل يحصل على العشر درجات ان شاء الله وحتى في الامتحان النهائي. لرجاء عندكم انه اتمنى وارجو انه هذه الاشياء انا ان شاء الله ما راقب، لكن لو قدر الله لي وراقبت لا ان شاء الله ما راقب، لا تصدموني فيها ضرا. طيب لا تنسوا انه هذا في النهايه عقد، هذا كونتراكت، انتم المفروض تلتزموا او ملزم لكم وملزم لي. اتمنى احنا ان شاء الله نوفق واشوفكم على خير وكل عام وانتم بخير وشكرا جزيلا.